يعني تأهل الفريق لدى الحال لكرة القدم إلى مرحلة النصف أو على الأقل تعادل فريق الاتحاد الزمالك الخميسات أمام الفريق الإسباني، حتى نتيجة التعادل تعني تأهل الفريق لكرة القدم إلى الدور الأربعة. ضربة خطأ لفائدة الفريق لدى الحال لكرة القدم الاستعداد لتنفيذ ضربة خطأ بالحائط ليس في صالح فريق لدى الحال لكرة القدم.